ونظر إلى الأصنام مستهزئا بهم، ثم نزل عليهم. بالك يا آزر، أراك شارد الفكر. إبراهيم، إبراهيم، دعهما سارة زوجتي ومعهم لوط، فهما أقرب إليه من والديه، فهو لم يعش مع والديه وإنما عاش مع إبراهيم.
هيا نقدم للآلهة بعض القرابين في حسن خاتمة هذا اليوم. إنه ليوم جميل. الذي حدث؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ لا أكاد أصدق عيني. يا ليتني قد كف بصري قبل أن أرى آلهتنا مهشمة محطمة هكذا. شيء لا يصدقه عقل ولا يتصوره بشر. ما هذا؟ يا للهول، من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرها يقال له إبراهيم. إبراهيم؟